قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا شك أن الأمة الإسلامية استوعبت الآخرين، لكن للأسف الشديد لم يستوعبها الآخرون. وسبق وأن جاء نفر من أحبار علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عمن يؤمن به من الأنبياء، فقال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: آمنا بالله، وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما جاء ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته وقالوا: لا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمن آمن به. وإن كان هذا هو حال اليهود مع المسلمين، فلا يختلف الأمر مع النصارى. فنحن قد آمنا بعيسى عليه السلام، وهم لم يؤمنوا بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام. جاء محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بدعوة الإيمان والأمان، بدعوة الإسلام والسلام، بدعوة الحب والخير للجميع. وجاء صلى الله عليه وسلم بدعوة الائتلاف لا الاختلاف. وكان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله، وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آمنا وصدقنا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنا وصدقنا بالله المعبود بحق، وبما أنزل إلينا من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما أنزل إلى إبراهيم عليه السلام من الصحف، وما أنزل إلى بنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والمقصود بالأسباط في هذه الآية الكريمة هم الأنبياء من ذرية يعقوب عليه السلام اللي هو إسرائيل عليه السلام. وما أوتي وأعطي موسى عليه السلام من التوراة والمعجزات الباهرة، وما أوتي وأعطي عيسى عليه السلام من الإنجيل والمعجزات الباهرة، وما أوتي الأنبياء جميعا من وحي ربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن بهم مؤمنون. هذا هو أمر الله لنا ونحن له مسلمون، مستسلمون، خاضعون، منقادون.